ايش؟ طيب، اسمي الدكتورة تغيد السراج. اشتغلت وعشت برات المملكة كتير، فعندي international experience، خبرة. كنت اشتغل دكتورة في جامعة لندن، اشتغلت دكتورة في جامعة يو سي بيركلي، كنت أول سعودية اشتغل في الجامعة دي. احتليت ما شاء منصبين، الله. منصب دكتورة هناك وباحثة، وفي نفس الوقت نائبة رئيس ريادة الأعمال في الجامعة، عشان مقرها كان في سان فرانسيسكو، فقريبة من سيليكون فالي. فالشركات هناك كان بحر وعلم، يعني الواحد يستفيد منهم مرة كتير. سوينا برامج تدريبية للطلاب عشان يعرفوا كيف يدخلوا المجال ريادة الأعمال، ونحثهم وكيف يفتحوا شركاتهم وكيف يؤسسوها. فهذه ومخرجة من الماجستير، البكالوريوس والماجستير من جامعة ميامي، والدكتوراه من يو سي بيركلي في سوري من يو سي ال في لندن. فعندي السيستم الامريكاني والبريطاني، وحتى شوية من السعودي يعني. فاكثر لانه دراستي من وانا صغيره برا، فعشان كده يعني جالسه فتره طويله، فعندي خبره دوليه اكثر. فجبت الخبره دي معايا، وعلى سنه 2016 جيت السعوديه، وكنت اشتغل في تحت وزاره العمل في شركه اسمها تكامل، وتحتها كنا نشرف على برامج تدريبيه لتشجيع الشباب عشان يتدربوا على أساس يدخلوا سوق العمل. بعدها دخلنا في سوينا كنت مستشارة برنامج 19، اللي هو يساعد على ريادة الأعمال ويعرف الشباب كيف أو إيش الأشياء المتاحة ليهم عشان يدخلوا مجال ريادة الأعمال. وبعدها صراحة خلاص يعني حسيت إنه لازم أنا كمان أسوي شيء أنا أبغاه كمان لنفسي. فاشتركت انا مع زملاء اثنين ليا، واحد زميل ليا وواحد ثاني، واحد امريكي واحد بريطاني، وانا السعوديه. وكوننا شركه اسمها ابسكيلبل، وهي هذه شركه تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوظيف. فشفنا كيف طريقه التوظيف، لانه كنا تحت شايفين المشاكل والتدريب والمش عارف، فشفنا المشاكل اللي بتصير، انه الناس بتعتمد انت تعرف مين ودي لهم السي في بتاعي، ويعني والمجاملات دي فالمشكله انه مو دائما تزبط، ممكن يكون مجامله دخلت الشخص الغير مناسب للوظيفه دي، وحرام ظلمته وهو ما يعرف يسويها. وفي نفس الوقت طيب انا صاحب المنشاه، طيب انا ابغى واحد يحلني يعني يشتغل ويسوي يعني، فما ف يعني كنا متدبسين في بعض، ده ما يعرف يقدم الـ يعني متطلبات الوظيفه. فصرنا نقول كيف نقدر نحل الموضوع ده ونجيب الشخص المناسب في المكان هذا المناسب، وباستخدام الذكاء الاصطناعي. فسوينا وانشانا الشركه دي اللي اسمها ابسكيلبل. ممتاز. بس وحاليا انا المدير التنفيذي للشركه. ممتاز. طيب خلينا نبتدي من اول الموضوع خالص، لانه يعني زي ما قلت من شويه يمكن الذكاء الاصطناعي بالنسبه لناس معينه فاهمه هو ايه وفاهمه ابعاده، وفي ناس ثانيه هو بالنسبه لهم يمكن الرجل الالي مثلا او خيال علمي، لسه يعني لسه في ناس مش مستوعبه الموضوع صح، يعني سمع عنه عارفاه، يعني مش حاجه جديده اعتقد بالنسبه لمعظم الناس، بس يمكن ما حدش قعد يتكلم فيه كده بشكل مبسط، كل الناس خلاص يعني اتكلمت عنه كانه حاجه بديهيه واحنا فاهمين كل حاجه وبنتعامل معاه. فخلينا معلش نبتدي من اول وجديد شويه، ندي برضو تعريف برضو مبسط للذكاء الاصطناعي، وبعد كده يعني نتكلم عن تطبيقاته في الحياه. طيب جينا لو نبى نعرف الذكاء الاصطناعي، ممكن نقول عنه انه هو خلق او سار عشان يحشر او يزاحم الانسان في عمله. طيب وهذه المزاحمه تكون يا ايجابيه يا سلبيه. طيب خلينا نتكلم على الايجابيه اول، عشان احنا انسان ناس بوزيتيف ونعطي انرجي، فخلينا في البوزيتيف. كيف يساعد الحشر في ذا الموضوع انه هو يزاحم الانسان في عمله، انه يساعده يعني كثره المساعده تلاقيها في كل مكان، فتسهل لك العمل حقك باسرع وقت ممكن.
فبدل ما ياخذ منك فتره طويله ياخذ فتره قصيره عشان تسوي الحاجه دي. هذه المزاحمه الحلوه الايجابيه. المزاحمه السلبيه انه من كثر ما هو متقدم فيصير الذكاء الاصطناعي يزيح الانسان تماما وياخذ أيوه. ريح يعني هذا التشبيه اللي ممكن ابسط فيه للناس، وانا احب دائما اني لازم ابسط الشيء عشان الناس كلها تفهمني فيه لانه هو شويه معقد يعني. فالحركه دي مو معناته خلاص الانسان كده يترمي ويتركن، لا، انه الانسان لازم يلاقي له شيء ثاني. هنلاقي شيء ثاني للانسان ده على اساس انه هو يصير يساعد ويشتغل جنبا لجنب مساعده للذكاء الاصطناعي، بس الشغل الهيفي دوتي والشغل الكبير هيصير على الروبوت والذكاء الاصطناعي، والانسان يبدا يطور من نفسه انه هو يا يبرمج الذكاء الاصطناعي يا يسوي حاجه ثانيه للذكاء الاصطناعي، بس الشغل الثقيل حيصير على مين؟ على الذكاء الاصطناعي. فيعني حتى السلبي هيتحول لايجابي، يعني مش على طول سلبي سلبي. طيب ايش يعني؟ في كمان شيء ثاني، انه الذكاء الاصطناعي يكون منه نوعين. الذكاء الاصطناعي الثقيل اللي هو تشوفيه الروبوت زي صوفيا، اذا سمعتوا عنها، شو اسمه ده اللي طلعت قبل فتره وتتكلم، وش اسمه ده مدخلين يعني اوريدي تقدر تجاوب على اسئله انت تساليها سؤال تقدر تجاوب عليه من غير ما حد يملي ولا واحد باك ستيج بيديها المعلومه، لا هي تقدر تسمع الكلام وتفهمه وتقدر تجاوب عليه. فده يعتبر ذكاء اصطناعي مرحله قويه، يعني هذا القوي ده المتقدم. وفي ذكاء اصطناعي اللي هو اخف، اللي هو انه يربط الاشياء ببعض. فهو وحاليا اللي احنا بيصير دحين اكثر شيء اللي هو الربط هذا، بس الذكاء الاصطناعي الثقيل هذا لسه يعني يبغاله، يمكن يعني صوفيا من الاوائل الروبوت الناس، بدي اغلط واقول، وهو فعلا حيكونوا زي الناس يعني قدر ما حيكونوا يعني شبه الانسان، يعني عليها جدل كبير هذا. في كثير ناس بيحاربوا الشيء ده لانه بيقول لك انه طبعا هذا بيخلق كانه انسان ثاني، وطبعا احنا بعيد عن موضوعنا، بس يعني في كثير علماء بيختلفوا في موضوع انه لا، ما نبغى نسوي ذكاء اصطناعي بالقوه دي يعني. هذا شيء، بس احنا بنتكلم على دحينه اللي هنشوفه دحين في خلال الخمس السنين دي الجايه اللي هتصير طفره فيه. الذكاء الاصطناعي القوي اعتقد يبغاله كمان 10 سنوات وهتلاقيه في كل مكان، بس خلينا نتكلم في الفتره القريبه دي اللي جايه انه هنلاقي كثير من الذكاء الاصطناعي الخفيف اللي هو يربط الاشياء ببعض ويقدر يتنبأ، يعني طبعا هو العلم عند الله، بس يقدر يتنبأ بميولك، الاشياء اللي بتحبها، الاختيارات تبعتك، ويسهل لك هي. فزي ايش مثلا؟ استخدمتي جوجل؟ مين ما استخدم جوجل؟ استخدمتي انستغرام؟ مين ما استخدم انستغرام؟ فما بتشوفي وانت بتعملي في جوجل يجيكي ريكومنديشنز وحاجات انه اكيد انت اشتريتي حاجه زي دي، اذا هتحبي الحاجه دي يعني. فبيعمل لك الماتشنج دي، هذا على طول ده هو ده ذكاء اصطناعي، خلف الكواليس شغال، بيعرف انت كيف تحبي ايش وبتشتري ايه، فبيعمل لك ايه كونكشن، بيربط، فيقوم يديك اقتراحات ثانيه. طب اكيد هتحبي دي واكيد هتحبي دي. فهذه مثلا جوجل، استخدامات كل الفيسبوك اللي تجيك الريكومنديشنز كذا، او الالعاب لما بتلعبي في وسط اللعبه فجاه يجيكي نوتيفيكيشن ما تبغي تشتري مثلا دا ولا حاجه، لانه عارف انه انت تحبي دي حاجه. ففي الفتره دي وبالذات في الوقت ده محتاجه تعملي فيول ولا تشتري حاجه تساعدك في اللعبه. فعارفين النظام تبعك، تفكيرك ازاي، هو الخوف فيها انه من كثر ما بيعرفوكي يمكن احسن من نفسك. هتعرفي هيعرفك حاجات عن نفسك انت ما تعرفيها. فهي هذه بس برضو دي بتساعدنا بشكل يعني كبير. زي دحين لما فترة الكوفيد واللوك داون وكذا، الناس استخدمت دحين كتير التكنولوجي، صار
مستخدم بشكل كبير. يعني انا ولا كنت احلم انه لما اروح، كنت اول لما اسوي اجتماع لازم اضطر اروح الرياض بنفسي وكذا، دحين وكنا نقول لهم نعملوا زوم، لا يعني ما هو حلو وما يثقوا فيك الناس، دحين كله على زوم، فهل هرجع تاني اروح اسوي وش تاني؟ فيعني غصبا عننا اندفشنا كده، انا اقولها دفشه دي، اللي هي خلتنا 5 سنوات مثلا نتقدم على قدام، حتى لو 2 سنين انا راضي اي حاجه، بس المهم نتقدم. استخدام التكنولوجيا موجوده، طب ليه ما بنستخدمها؟ ليه ما بنستخدمها لاقصى حد؟ وخلاص انخلقت لينا، فخلاص خلينا نستخدمها، نسهل من حياتنا. اول شيء بنوفر، لانه الذكاء الصناعي صار ليش؟ لانه توفير المجهود، توفير الوقت، وفي نفس الوقت بيعطيك الشيء اللي انت محتاجاه، وبيوفر لك فلوس كمان. فبدل ما الشركات صارت ترسل ناس انتداب وروح وتعالى، لا خلاص، والفندق وسكن ومش عارف ايه، لا خلاص الاجتماعات على طريقه التكنولوجي واستخدام الابلكيشنز سهل الدنيا كتير. فدحين الناس عشان جلسنا يمكن 2.5 شهر قريب الثلاثه، خلاص عارفين كيف يستخدموها، صارت عادي. هل معقوله هنرجع تاني كاول يعني؟ لا، الناس اتعلمت دحين الحاجات. فاللي بعده ابغى اشوف برامج تانية تساعدني في احل او احل مشكلتي باسرع. فزي كده، فاحنا التكنولوجي لما توصل لمرحله لا يمكن توقفي عندها، لازم تطلبي، يعني الديماند هيكون انه لو بس في حته زياده، لو بس في شيء زياده، تقوم ايش تتطور وهكذا. فالذكاء الاصطناعي بيساعدنا في انه نعرف انت كيف طريقتك، ايش تحبي، وبنساعدك عليه او بنعمل لك ريكومنديشنز عليه. بالضبط. يعني بطريقه ابسط انه خلينا نقول مثلا اذا البرنامج او المشين او ايا كان اللي احنا بنتعامل معاه، مع الوقت بيتعلم منك، بيجمع بالضبط اهتماماتك، بيجمع مثلا انت بتدوري على ايه من خلال السيرش بتاعك، من خلال الحاجات اللي ايوه مثلا بتشترك بيها، ومع الوقت بيتعلم عنك، يعني بيجمع بالزبط. معلومات كانها فتره خطوبه، عرفتي؟ ايوه بالضبط. بيجمع معلومات عنك، مع الوقت بيبتدي هو يرشح لك حاجات. اوكي بالظبط، يس، ده اللي بيحصل. يعني حتى بالزبط. عشان بس الناس، عشان كده انا بقول لك هو شويه يمكن امرار بيخوف، انه فجاه اشتريتي حاجه في على مثلا على جوجل ولا حاجه، فجاه وانت بتسوي او بتبحثي عن شيء ثاني، ما تشوفي نفس الشركه اللي طلعت. طب انا دوبي لسه كنت هناك، يعني شيء يخوف انه يعرف انت، يعرف اسلوبك. في ناس بتقول التليفونات بتتجسس علينا، وفي وفي شبكه وفي حاجات. الموضوع مش كده، هي بس انه التليفونات ديت او الابلكيشن او ايا كان التكنولوجي اللي انت بتتعامل معاها حاليا، هي يعني بتتقارن معاك، بتجمع عنك معلومات مع الوقت، من خلال مشترياتك، من خلال السيرش اللي بتعمله، من خلال اي انتراكشن بتعمله مع التكنولوجي ديت، وبيتعلم عنك، وبيبتدي هو حتى يتقدم عنك زي ما قلتي من شويه، بيتنبأ. ومش يعني بيتنبأ بمعنى انه بيقدم لك الحاجات من خلال الحاجات اللي عرفها عنك. بالظبط. وبعدين ما هو التطور اللي فيه، انه يوصل لمرحله انه خلاص، يعني هو ممكن يعني تستبدل، يعني على اساس انه هو بدالك يجاوب ويحل الموضوع من غير ما يرجع لك انت كانسان. يعني وفي عده مجالات، في عندك مثلا شركات، مثلا اديكي مثال، شركه في سان فرانسيسكو، في عندنا كان اسمها امازون جو، اللي هي البقاله اللي تدخليها اللي ما فيهاش ولا كاشير ولا شيء. في كل السقف وكل شيء في كاميرات مراقبه وحساسات، فيصير من يوم ما انت تدخلي خلاص بالفيشل ريكوجنيشن عارف مين دي، تغريد دخلت السوق، انا عندها حساب في امازون خلاص، ومربوط فيه الكريدت كارد حقها، تدخل تغريد، بتشيل من الشلف وبتحط حليب، بتحط جبنه، بتحط مش عارف ايه في السله، خلاص هو شغال يحسب. فتغريد بمجرد انها تخرج من البقاله دي، بتجيها فاتورة على التليفون، انت اشتريتي حاجات ب 15 20 ريال مثلا، يعني خلاص انتهى الموضوع. فلدرجة انه سهل الحياة، خلاص انا ما هتعب واوقف طابور
وحاسب على الشيء ولا امسك فلوس، وبالذات في الوقت ده دحين هنشوف انه انتشار محلات زي كده كتير دحين هتصير. ليه؟ لانه اول شيء ضمننا انه ما في فلوس متداوله، طبعا ما تمسكي حاجات ما منها لازمه، مش لازم اوقف طابور خلاص، ما في طوابير ولا في، وفي سوشيال ديستانسينج يعني بعيد تباعد اجتماعي، خلاص كده احسن. ما فيش هيومن انتراكشن، ما في، خلاص انتهى. هل معناته ده مش كويس ولا لا؟ لا، يعني حسب تقبلك. هو احنا كمان نفس الشيء، لازم الانسان يكون متقبل التكنولوجي اللي حاصل، يعني هذا 100%. لو انت رافضه الشيء ده مش هتقدري تتقبليه، وهتقعدي واللي هيحصل انه العالم كله مش هيوقف عشانك، يعني هيتطور وانت الخسران اللي جالس قاعد تقول لا انا ما ابغى وما. ولكن دائما احنا ما هنقدر نقول انه الهيومن انتراكشن يعني خلاص هينتهي تماما، لا يمكن. وانت داخله مثلا البقاله هيجيكي احد مثلا يقول لك تحتاج مساعده، عندك حساب، اضبط لك الحساب بتاعك. ممكن ده يكون روبوت على فكره، يعني نعم ممكن ده يكون روبوت كمان، ما يعني ما يبقاش حتى يعني لو كده هتخوف الناس ويشردوا. لا ممكن، صح، هيوصل لمرحله فعلا هيوصل، بس زي ما قلت مش دحين اتوقع، يعني كمان نديها يمكن يعني 10 سنين وتتوقع انه توصل ممكن للعالم العربي يعني كثير. خلي بالك الناس اللي اكثر ناس اللي بيتقبلوا دي الحاجات الاجانب اكثر بالنسبه ليهم، تلاقيها اول تبتدي هناك وعبال ما تجينا احنا شويه. فاتوقع انه عبال يمكن والله يمكن اقول 10 سنوات، بس انا مع احتمال الكوفيد اللي صار والناس اللي انغصبوا غصب انهم يدخلوا انهم يصيروا يتقدموا تكنولوجيا يعني في الشركه نفسها واعاده الهيكله بتاعها، ويدخلوا كثير في التكنولوجي في استخداماتهم اليوميه، ممكن اسرع من 10. بس كنت اول انا اقول 10 سنوات، بس دحين بالوضع الحالي الين دحين احنا ما خرجنا ولسه في الحجر، فما عرفنا ايش صار في تفكير الشركات، يعني ايش اللي وصلوا له ولا حطوا حلول بدل الاشخاص. طبعا الاشخاص يمرضوا ولكن الروبوت لا يمرض ولا شيء الا اذا جاله فيروس، والفيروس ممكن نقدر نتداركها ونقدر نعمل انتي فيروس برمجه وكود. سبقتيني على فكرة، يعني ده الجانب المظلم اللي أنا كنت هروح له دلوقتي، إنه طب لو هنجنا في يوم من الأيام، لو هنجت، لو الكهرباء قطعت، لو الشحن مش عارفة إيه، إيه اللي هيحصل ساعتها؟ إزاي لا تعرفي، إحنا هنوصل لمرحلة، حتى في تقرير قاعد بقراه وبيقول إنه بعد كم سنة كده هنوصل لمرحلة إنه الطاقة اللي بننتجها مش هتكفي تشحن الكمبيوترات بتاعتنا، لانه هيكون الكمبيوترز بتستخدم طاقه استهلاكيه كبيره، ف يعني مش قادرين ننتج انف يعني كفايه ليها. فهذه كمان مشكله ثانيه. احنا بنتكلم على حياه كامله او 90% من الحياه محتاجه شحن ومحتاجه كهرباء بالظبط، كل شيء، وما فيش هيكفي يعني. فهذا كمان، هذه كمان كارثه ثانيه، هذه ما عملنا حساباتها يعني. وعشان كده الالترناتيف انرجي اللي هي الطاقه البديله لازم ليها حلول من دحينا، لانه فعلا اعتمادنا على التكنولوجي كبير. كل شيء في حياتنا فيها تكنولوجي، فكيف هنشحن وكيف نطلع تولد طاقه كافيه للاشياء دي؟ وبعدين خلي بالك الكمبيوترات السعوديه ما شاء الله اوريدي شغاله على الحلول الطاقه، ايوه يعني معظم الدول يعني. صح، يا السعوديه عندنا، احنا عندنا يعني شوفي ما دامت في شمس ما شاء الله، اللهم لك الحمد، عندك المساحات وتحطي الاسطح اللي يسموها ايه، هي بالعربي دي السولار بانل، هذه اللي هي توليد الطاقه دي، فيعني ايوه الطاقه الشمسيه. فيعني مو بس دي، انا بقول لك كمان، حتى كمان شوفي مثلا الكمبيوترات، هل الكمبيوترات اللي هنحتاجها في المستقبل في خلال يمكن 5 سنوات الجايه، المعلومات اللي هتقدر البروسيسنج اللي هي تقدر استيعابيا وتقدر تسويها هتكون جدا كبيره مهوله، لانه احنا من ضمن الذكاء الاصطناعي اللي هو التعامل بالمعلومات،
هيكون عندك معلومات داتا بيس كبير. بالظبط. فحتى تقدر تقدر تستوعب الكمبيوتر او الجهاز يقدر يفنط ويحسم المعلومات وعلى اساسها يقرر نروح او نعمل ولا لا ولا شيء. فصاير زي كانه انسان، لازم تعطيني المعطيات عشان اقول لك لا نروح نعمل بلان اي ولا بلان بي. خلاص الكمبيوتر يكون كل المعلومات عنده، حللها ويقول لك ايش اللي تسويه، خلاص يعني انتهى من الموضوع. فعبال ما ياخذ ده لازم يكون عنده كميه معلومات كثيره. يا وعشان مو زينا احنا ممكن نفكر حاليا، الانسان بطبعه يعني من ما خلق يعرف كل شيء، ولكن اتطور. وهو الكمبيوتر نفس الشيء، كانه بيبي صغير وهيكبر وهيتعلم يمشي ازاي ويتكلم، بس ايه هيبدا انه يطور نفسه بنفسه. وهنا الخطوره اللي العلماء بيخافوا منها. ده هيوصل لمرحلة يعني انه ما يحتاج احد يربيه، ده هو هيربي نفسه لوحدي. يعني في النهاية احنا ما قدرش نقول، يعني في النهاية الذكاء الاصطناعي هو نتيجة جهود انسانية في النهاية. يعني هو طور نفسه، ده بيحصل، وهيطور نفسه اكتر، ده بيحصل، بس يعني في النهاية بدايته كانت نتيجة جهود انسانية. بالظبط. يعني شخص هو اللي حط النظريه ديت واشتغل عليها، واشخاص هي اللي طورت الموضوع، واشخاص دعمت الموضوع. ففي النهايه يعني بني ادمين هم اللي اشتغلوا على الموضوع. تطور بقى اوكي، وحتى الميكانيزم بتاع التطور في ناس، يعني بني ادمين، عقول بشريه هي اللي طورت الموضوع. ايوه، مو بس ممكن تشوف الافلام، انت شوف الافلام الامريكيه اللي بيوروك الذكاء الاصطناعي اللي هي الروبوتس اللي هي بنفسها تبرمج نفسها وتعادي البني ادمي وتعادي. ترى احنا كنا نضحك نقول لا بلا بلا كلام. ترى يعني الواحد لو تعمق في الموضوع حاجه تخوف، لانه عندهم القدره، هيصير امكانيه ويعرفوا يتنبؤوا. الله يطمن. مستحيل. يعني ادخل سوبر ماركت مثلا. لا مش دحين انت ممكن، بس هو المشكله انه لا يكون اعتمادنا عليهم كلي، ونبدا ايه نبطل استخدام ده. وهنا المشكله، لو انا اعتمدت على كل حاجه اي هنبطل. فزي زمان، يعني انا واحد من الاشياء اللي جوزي يقول لي، هي كان يقول انا كنت حافظ ارقام الناس كلها اللي انا بتصل بيهم. دحين لازم اطلع الرقم حتى اتصل بالانسان ده، فيقول فين انا كنت اول. فهو حزنان على نفسه، قلت له مش انت اللي، بس ده العالم كله كده، لان استسهلنا، بطلنا نستخدم، بطلنا نحفظ، صرنا خلاص ما دامت في حاجه سهله انا ليه اروح استخدم واتعب نفسي واحفظ. فالمخ اللاوعي والباطني خلاص جيف اب، يعني موجود. فهي الفكره انه لو احنا استمرينا على انه نقوي في الذكاء الاصطناعي ونقلل من استخدامنا احنا للمعلومات او تحليلها ونعتمد عليهم كليا، يا هنا تصير المشكله، هنا يصير خوف حتى، مو مش مشكله بس انه الانسان هيتراجع وما هيتقدم على قدام، ويبدا الذكاء الاصطناعي زي الافلام ده، يعني ندخل في مجال ثاني. بالضبط. طيب بما ان احنا وصلنا لمرحله انه يعني ان هو الذكاء الاصطناعي سابقنا بكتير وبيطور نفسه بالطريقه ديت وهيبقى الاعتماد عليه بالكامل، احنا هنكون فين؟ يعني مثلا خلينا نروح لجانب الوظائف مثلا. يعني انت ذكرت على السوبر ماركت، انا هدخل مثلا ما فيش كاشير، ما فيش مثلا حد يساعدني جوه، مش محتاجه سوبرفايزر، مش محتاجه كذا. طيب مش ده يعني هيشيل شريحه كبيره جدا من الوظائف؟ يعني احنا كده ممكن نوصل لمرحله انه الوظائف المتوفره هي الناس اللي بتعمل سبورت للذكاء الاصطناعي، مثلا محللي الداتا او مطوري البرامج، خلينا نقول. أيوة. مثلا يعني هل ممكن نوصل للمرحله ديت؟ هل خلاص كل المجالات الثانيه هتبتدي تنقرض مع الوقت لان احنا مش محتاجينها لان في ذكاء اصطناعي بيعوضها؟ هو معروف انه في وظائف هتندمر خلاص، يعني ما منها لازمه.
زي الكاشير، انا محتاجاهم ليه؟ خلاص من عندي الذكاء الاصطناعي وعندي الاجهزه كلها خلاص. امل لكل الكاشيرات في العالم. لا طبعا انا بقول لك لسه ما دخلنا يعني ليها، بس هو ده يعني يعني هي المصيبه انه احنا يكون عندنا العلم وما بنتخذ به. فاذا انا عارفه انه الوظيفه دي هتروح، طب مش انا لازم اطور نفسي واروح لمكان تاني يعني، او اطور نفسي عشان لما تروح الوظيفه دي اوريدي انا عندي مهارات توديني الوظيفه تانية. وهو فعلا هو ده اللي احنا بنسويه. احنا بنقول يا جماعه لازم فتره الواحد يستغل تطوير ذاته. هتروح وظيفه الكاشير ولكن الكاستمر سيرفيس ما زالت هتكون موجوده مثلا، اللي هي المساعده. فالذكاء الاصطناعي بس على فكره في الاوتر بوكس اللي هي حتى على الواتساب، ايوه بدل ما حد يرد عليك وبيكلمك بتبقى ايوه البوت اللي هي تشات بوت، هذه يسموها تشات بوت، هذه كمان تشات بوت، هذه كلها برضه ذكاء اصطناعي. انت خلاص مبرمج المعلومات وهو يطلعها وقت ما حسب السؤال بيرجع لك المعلومه دي. بس انا بقول لك مثلا لو نرجع تاني ناخذ الامازون جو مثلا مثال ليها تاني، فعلا شال كاشير، شال خلاص بس تدخلي وتشتري وتمشي وتخرجي، ولكن خلى في بني ادمين موجودين، يعني في ناس موجوده في المكان لابسه ومستعده تساعدك لو تبي تسالي حاجه. فعلى اساس يبغوا يخلوا في شويه تاتش انساني في الموضوع، مش انه فضى الاشياء الروتينيه خلاها للاله، وخلى ما زال حته اللي هي الانتراكشن اللي هي مساعده الاخرين كانسان يجلس واقف وتثقي فيه تتكلمي معاه. طب ايه الفايده؟ يعني معلش يعني التطور ده تو ماتش اتوقع انا في تشينج مانجمنت، يعني تشينج مانجمنت بالتفكير، اني ادخل مكان انه ما الاقي ولا انسان يساعدني، كله كمبيوتر كمبيوتر كمبيوتر. طب انا مو احوس مثلا، طب انا مو عاجبني ده، طب انا مثلا رديته ابغى مثلا اخذته من الشلف واتحسب علي، طب بدي ارده ثاني، مثلا ما شفته في لسه موجود في السله، فممكن اقول له لو سمحت بس ممكن تساعدني في حاجه كذا، الا ما تحسي انك انت مش مخنوقه انه في حد هيقدر يساعدك هينقذك شويه. بالضبط، في تقدير حتى انساني شويه. ايوه بالضبط، بس هتوصل لمرحله مثلا بعد 5 سنوات خلاص مو هنتعود انه عارفين الاجابات، عارفين ايش اللي هيصير. لا يقول لك لا بس انت تخرجي هو هيتحسب عليكي وهيتظبط، انت ما تشيلي هم. بس المره الجايه خلاص انا عارفه لما انت ابنك تاخديه بقاله معاكي ولا شيء، خلاص هو هيشوف انت هيقول لك ماما طب ليه كده تقولي له كذا، خلاص انت علمتيه، الابن نشئ على هذا الشيء، فخلاص مش محتاج احد يساعده. في البدايه انا محتاجه ناس تساعدني، بس بعدها خلاص انا عارفه النظام مش لازم احد يساعدني، فيصير يقل علينا. بس ولكن عشان كده انا اقول للطلاب اللي او اللي مثلا ماسكين وظائف اللي مهدده، وهذا كمان هذا كلام يعني ده ابغى له موضوع ثاني، دي استضافه ثانيه، دي في وظائف مهدده، والوظائف المهدده دي هو اللي لازم يعملوا ري يعني اب سكيلينج، يعني انه يعرفوا نفسه او يعني ياخذوا يكتسبوا مهارات ثانيه على اساس يصيروا مؤهلين للتوظيف في مكان ثاني. فحقول الكاشير مش على طول هيجلسوا على كاشير، لازم هيعرفوا اشياء ثانيه على اساس انه يتحولوا من كاشيرز لاشياء ثانيه. اللي هو انا عندي بس سؤال، اوكي دلوقتي احنا قلنا انه الموضوع دوت اولا هيخسر وظايف، هيحط علينا كوست اكبر عشان موضوع الانرجي، يعني كوست وافورتس، يعني ما شاء الله هنا بصراحه يعني بما ان احنا تطرقنا للموضوع دوت في حلول كتير اوريدي شغالين عليها هنا في السعوديه مثيره للاعجاب، موضوع الطاقه، وتحياتنا طبعا لمعالي وزير الطاقه صراحه لانه سباق حقيقي بالحلول ديت، يعني في حلول اوكي، بس يعني يعني نتكلمنا على انه في وظائف راحت، في حلول محتاجينها اكتر، في كوست اعلى، في انعدام للتواصل الانساني. طيب ليه هنروح كده؟ يعني انا عارفه انه دي ويف من التكنولوجي هتحصل يعني اجلا او عاجلا ولازم نتبناها ونتعامل معاها، بس ايه الفايده اذا احنا اتكلمنا على كل العيوب دي؟ هل يعني انه هي مور افشنسي بس ده كافي؟
لانه انا دلوقتي شايفه ان السلبيات اكثر من الايجابيات. لا مو شرط، يعتمد يعني كل واحد حسب من فين يشوفها. او احنا في البدايه هنشوفها يمكن سلبيات اكثر، بس هي ترى فعلا هي تسهل لنا الحياه. اول شيء لاستخدام الذكاء الصناعي ليه؟ عشان اسهل المعيشه. يعني انا اتصوري لو انا ما كان عندي مثلا جوجل اعمل ايه؟ كيف اعرف معلومات حول العالم بتصير وفي ضغطة زر وتجيني لحدي؟ لا بس هي الفكرة فين؟ دلوقتي جوجل في حد ذاته ممتاز، تمام؟ طيب خاصية الذكاء الاصطناعي في جوجل، اوكي؟ يعني مثلا ممكن توديني في حتة انه زي ما اوكي زي ما بيسهل عليا حاجات كتير في حياتي، لانه هو عارفني مثلا، عارف اختياراتي، عارف اتجاهاتي، بس من ناحية تانية هو بيحددني برضو. على قد ما بيفتح قدامي عالم هو بيحددني. ليه؟ أنا مثلا كشخص، يمكن حتى أوباما قبل كده قالها في انترفيو، أنا كشخص مثلا الذكاء الاصطناعي اتعلم عني إن أنا ليا اتجاهات مثلا خلينا نقول سياسية دينية أوكي، فبالتالي لما بكتب كيورد معينة بيديني الريزلتس على حسب اتجاهاتي أنا، ما بيورينيش الجانب الثاني الأوسع. صح. الا بقى لو انا دورت بطريقه مختلفه ده موضوع تاني يعني. أيوة. لكن الريزلتس اللي هتطلع قدامي على حسب اتجاهاتي انا. طب انت كده لسه بتحددني. طب افرض انا يعني انت ما بتدينيش فرصه ان انا اتطور، ما بتدينيش فرصه ان انا اشوف الجانب الاخر من العالم اللي انا المفروض اشوفه. طيب انا اديكي وجهه نظر ثانيه، خلاص انت عارفه انه في عنده شورت كامينج، يعني في حاجه سلبيه في الموضوع ده انه ما بيوريني وجهه النظر اخرى. طب انت كانسان عندك مخ وعاقله وعارفه انه بيعمل فيكي كده، انت ايش تسوي؟ مش كل الناس عارفه انه بيعمل كده. وهي هنا هي التوعيه، هي المعرفه. فاذا احنا عارفين احنا انه هو هيدينا الريزلتس اللي احنا متعودين او طريقه تفكيرنا بيوجهنا ليها، فاحنا لازم احنا كراشدين بالغين نعرف هذا الشيء. فلما نيجي نبحث بدل ما ابحث بالطريقه التقليديه اقوم اقول مثلا الوجهه النظر الاخرى او تعملي كي ووردز بطريقه البحث، ده في حد ذاته بيطورني انا كشخص. فيعني يصير ما استخدمت بس الذكاء الصناعي وبقيت عليه، وفعلا انا هصير عبده ليه، لانه اذا هو اللي هيملي علي ويديني الافكار ولا ويديني الاشياء اللي انا يبقى يسمعني اللي انا ابغاه بالعربي كده. ايوه لا، فانا اقوم اروح انا عشان عاقله وعارفه هو بيعمل فيا ازاي، واحنا عشان ربنا اعطانا الذكاء هذا اللي ما بنستخدم جزء الا منه. يعني في بحث شفته قريته قبل فتره بيقول انه المخ احنا ما بنستخدم ولا 10% من امكانياته. صحيح. فالا اذا موزارت والعباقره دولي اللي استخدموا وصلوا لمرحله يمكن 10% اللي هم العباقره دولي، وحتى لو طب فين ال 90% الباقيه؟ يعني عندنا امكانيات نطور نفسنا بشكل غير طبيعي، يعني فوق الذكاء، بس احنا ما بنستغلها او جسمنا او عقلنا ما بيستحمل انه نوصل لها. فاحنا عشان كده اقول احنا ما زلنا اذكى منهم لانه احنا اللي برمجناهم. فانا ما دامت عارفه اني لو انا ببحث وبيجيني اللي انا ابغى اسمعه، طب ما انا ابحث بطريقه ثانيه عشان اجيب الوجهه النظر الاخرى. فيعني القضية ممكن تصير كده ممكن كده، يعني ناحيتين. فهو المطلوب مننا احنا كبني ادمين احنا نكون مستعدين للموجة دي. يعني هي جاية جاية، يعني ابيتي ولا شئت ولا ابيتي، يعني هي جاية. يعني ما في كلام في الموضوع. ايوه يعني لانه هي اللي هتوفر علينا مصاريف، التكلفة هتقل. يعني احنا دحين لما كنا بنودي للصين دحين شوف الدنيا لما اتكركبت وكيف صرنا، الصين وقفت وقفلت، الشركات ما قادره توفي طلبياتها، مش عارف ايه، وكله دحين بيتكلم على انه هيشيل المعامل تبعتهم من الصين ويوزعوها في انحاء العالم الثاني، لانه لا يمكن يصير. واحنا بنشوف اللي دحين بنشوفه دي جلوبلايزيشن. احنا كنا بنقول جلوبلايزيشن والعالم صغير وكله مع بعضه، دحين صرنا لا لا لا، كل دوله لوحدها وتصنع امكانياتها في حد ذاتها، عشان ايش ما بيصير لو قفلت عندها امكانياتها ويمشي الحياه وتستمر الحياه. فاذا مثلا احنا عندنا روبوتس، اذا سوينا وكميات الروبوتس تكون رخيصه، طبعا اول ما تبدا غالي بعدين يرخص السعر.
فلما تكوني انت عندك خلاص الروبوت مبرمجه تركب الايفونز اللي مش عارف ايه، بدل ما اروح وارسلها للصين وهناك، وغير كده عامل الانساني فيها داخل، اما لا خلاص اخليها معامل وداخليا. في امريكا نفس الشيء بيسووا، بيحاولوا دحين يجيبوا الشركات يرجعوا مصانعهم في امريكا. احنا كمان في السعوديه لو يا ريت احنا بنتجه ان شاء الله للزراعه في السعوديه، يصير كل شيء يصير محلي، يصير ما انا معتمدين على الخارج في اشياء. فعلى اقل البيسكس، على اقل الاشياء الضروريه للمعيشه، يصير لو اي شيء وباء او شيء زي كده صار بعد كده احنا نكون ايه تعلمنا من اخطائنا. طيب حضرتك ذكرتي من شويه انه الشركه عندك بتعتمد على الذكاء الاصطناعي في موضوع التوظيف. اوكي أي. طب اشرحي لي شويه الموضوع بالنسبه لي كان يعني. طيب احنا قلنا احنا نبغى نعمل نشيل موضوع انه الناس بالواسطات وبالمعارف والكلام ده. فاحنا ايش بنسوي؟ بنشوف لما يجينا احد يقول احنا انا عايز مثلا في وظيفه وبدي اقدم عليها، فنقول اوكي احنا نختبرك ونختبره ونشوف شخصيته وامكانياته ومهاراته، نختبره ده كله، وبالالجوريثم اللي عندنا نقدر نقول له انت نسبتك تطابق الوظيفه دي برقم معين، مثلا انت مطابق للوظيفه دي ب 90%، بينما محمد 50%، وغاده مثلا 80%. طب انا ك اتش ار او الموارد البشريه اروح اختار مين؟ طبعا محمد انسي موضوع 50% ده انا مش عايزاه، فاروح اخذ مين التوب 2 ولا التوب 3، يعني اللي جابوا العلامات 90 80، بدل لما تقدمي للاعلام لوظيفه يجيكي مثلا 1000 متقدم ولا 500، انت كده وفرتي عليك الموجود ده كله، وتشوفي السي فيات وتقعدي تطالعي تفاضلي بينهم. خلاص انا اطالع في بكليك من يوم ما يسووا الاسسمنت، انا في دقيقه واحده هعرف التوب 2 وانتهى، اسوي انترفيو للاثنين دولي وال1000 دولي، خلاص مع السلامه مش لازم. فشايفه كيف؟ بدل ما اجلس ساعات وادخل واحد في وظيفه مثلا، وبعد ما ادخله واجلس يمكن قريب شهرين وبعدين اكتشف انه ده ما عنده المهارات اللي يقدر يسوي الوظيفه دي، يلا نمشيه ونجيب واحد غيره، ولما نجيب واحد غيره بنفس الشيء هيصير، وما في ضمان ايه انه هذا الانسان يعرف يسوي الماتشنج. هي حكايه الماتشنج، اني انا اطابق قدرات هذا الشخص بالوظيفه واحتياجاتها، هي دي الذكاء الاصطناعي والالجوريثم اللي محتاجينها. طيب الماتشنج دوت بيست على 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 السي في بتاعت الشخص ولا مثلا على اختبره انا؟ اوكي ايوه. لا السي في انا ما طالع في السي في لاخر حاجه، لانه احنا عندنا ابحاث وبتقول لنا الابحاث انه 54% تقريبا من الناس اللي بيكتبوه في السي في كله كذب. يعني انا هعتمد على السي في في ايه؟ ليه؟ يعني فمعظم الناس يا مبالغين يا كذابين في السي في، معظم الناس مش كلهم يعني عشان يكونوا عارفين. فهذه طريقه اني انا ما طالع لا في السي في ولا شيء، انا طالع في السي في متى؟ الا لما قبل ما اسوي له الانترفيو خلاص معدى ووصل للمرحله اني اخترت بين الاثنين دولي، ساعتها بقى خلاص يعني ما ضيعت وقتي مع التانيين مع الألف دولي، خلاص هذول اضيع وقت الاتش ار او الموارد البشريه مع الاثنين دول، اروح اشوف السي في بتاعهم واقعد اسوي اشوف ايش السترينث والويكنسز. طبعا لازم في يكون هيومن element، يعني عامل الانساني في الموضوع، ويسوي المقابله انسان زيك ويقدر يحس منه ده انا ارتحت له، ده لا، بس غير كده انا مرتاح للاثنين لانه الاثنين اصلا جابوا توب علامات، بس انه مجرد اني انا اشوف ده الانسان اتقبله في الوظيفه دي، هيمشي معايا مع الشغل تبعنا، مع الفيجن تبعت الرؤيه تبعت الشركه، مواكب معاها، دي طابع الانساني دي. لا دي لسه ما تقدر تعملي لها خلاص اي اي، واللي هي الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، ويعني وتعملي لها كله برمجه، لا لازم يكون في عامل شويه انساني. بس وفرت وقت ومجهود وفلوس كمان، لانه لو دخلت الانسان الغلط في الوظيفه عبال شهرين دفعت له رواتب ودفعت له تامين طبي ودفعت تامينات وهلينا. طب نسبه الاكريسي في الموضوع دوت مثلا نسبه ايه؟
الاكيرسي انه مثلا انه الاكيرسي ايوه لا يعني شوفي الاكيرسي هو يعني انا اقول لك الفيدباك اللي بيجينا الناس اللي بيختبروا بيقولوا لي لما شافوا النتائج احنا بنعطيهم نتائجهم كمان يعني فبيقولوا يعني عرفنا عن نفسنا حاجات ما كنا عارفينها يعني يعني لانه لما تسوي الاسسمنت هتعرفي نقاط القوه والضعف عندك فتشوفي نقاط القوه انك انت جبتي علامات عاليه وفي المجال ده بينما في ده نقاط ضعف فالشركات تستفيد مننا في كيف كمان مو بس عشان تدخل الواحد في الوظيفه حتى بعد ما يدخل تعرف نقاط الضعف والقوه فتقومي انت كاتش ار لما تسوي برامج تدريبيه للشركه ولا شيء للموظفين تسوي لهم برامج تدريبيه على نقاط الضعف اللي عند الموظفين فيصير مو بس اي تدريب يلا انا عاجبني تدريب في الايزو طب انت شغلك فيه في الايزو لا ما طب انت مالك انت بالايزو يعني هو بس انا ده تدريب يلا يلا اي كلام وكذا يعني فعشان كده دي تعرفنا نقاط الضعف والقوه وعلى ايش نقدر ندربهم عشان نعليهم من مرتبه لمرتبه او من مكان لمكان وفي نفس الوقت لما الموظفين ممكن يستفيدوا منا النتائج لما يشوفوا انا عندي ضعف في النقطه دي طب انا اتدربت على ده الشيء اقدر اروح للمدير بتاعي اقول له طيب شوف انا كان عندي نقاط الضعف كده 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 وانا اشتغلت عليهم فيعني ابغى انظر في الموضوع وابغى ريز مثلا او ابغى علاوه ولا شيء يعني انا اشتغلت على نفسي يعني فزي كده فممكن هذا اثبات يعني مش حيلا تدريب انا اقول لك انا عملت تدريبين ثلاثه طب انا الوظيفه دي ما محتاجه التدريب اللي انت تدربته يعني فهي هذه الفكره فيها فيعني كده وضحنا للانسان انت تروح فين يعني عشان ترسم لنفسك طريق للمستقبل يعني بقالك قد ايه في السوق؟ دحينا دي تاني سنة لينا لسه جديد الموضوع يعني يعني ما هو تقولي يعني انت عشان لما تكوني جديدة في السوق عليكي عاتق انك انت to educate the market اللي هي تثقيف الشركات الثانية ترى في حاجة تسهل لكم المعيشة دي تسهل للاتش ار او الموارد البشريه شغلهم فهم لما يشوفوا في الشركات تقول لهم والله هو في شيء بتحس انه في استجابه من الشركات يعني بتحس الشركات يعني مقتنعه بالطريقه ديت من فلتره ايوه او يعني كان أو يعني اول شيء يقول لك احنا ما كنا ندري في شيء زي كده اصلا شايف هذا شيء غريب بالنسبه لهم في ناس يقوم يقول لك لا انا احب اسويها بالطريقه المعتاده اللي انا دائما اسويها اللي هي الورقه والقلم واقعد اقرا سي في وكذا وكذا لما تيجي تقولي له اوكي طيب بس انت تقدر تسويها في خلال 5 دقائق يعني ولا تقعد تجلس اسبوع تقعد تفرط في السي فيهات وكذا تتركن وموضوع يتنسي اي وبعدين خلي بالك الاتش ار يعني والموارد البشريه عندهم مليون حاجه ثانيه يعني مو بس انه الوظيفه دي واحده من مهامهم الثانيه وزي ما قلت لما احنا الموضوع بيبقى يعني الى حد كبير في يعني في عدل في الموضوع مش فلان جاب فلان بالضبط هذا واحد ايوه عجبتني الكلمه دي في عدل في الموضوع في توفير وقت توفير مجهود وما فيهاش محسوبيه ولا مجامله ولا شيء المهم انك انت تقدر تسوي الوظيفه دي بس انتهى الموضوع ممتاز طيب في نظرك دلوقتي بما ان احنا داخلين على حاجه زي كده سواء بالنسبه للتوظيف سواء بالنسبه للتعامل حتى الاستهلاك العادي ايه اللي احنا ايه الخطوه خلينا نقول الوقائيه مثلا او يعني ازاي نثقف نفسنا للتعامل مع الشكل دوت من الحياه حاليا احنا كاشخاص عاديين مش مثلا مش في مجال التكنولوجي مثلا يوزرز عاديين ايه المفروض علينا احنا كاشخاص ان احنا نعمله عشان نكون مثقفين ونكون مهيئين ان احنا نتعامل مع النوع ده من الحياه شوفي انا اول كنت اقول انه يبغى لنا واحد توعيه ونتعلم على الاشياء يعني ما كثير ناس يقول لك هذا ما اعرف خلاص ما بتعلمه ما يعنيني في ناس انتي تكنولوجي يعني ما ايوه انتي تكنولوجي ولكن هذا كله كلام انا اقول لك هو هذا قبل كوفيد قبل الكورونا بس بعد الكورونا
حتى الاشخاص المسنين كله صار يستخدم ابلكيشنز. كل الابلكيشن دي اللي بتستخدموها هي معظمها فيها كتير فيها ذكاء اصطناعي، فصاروا حتى هم متقبلين. ليه؟ لانه انغصبوا ترى لو ما استخدمتها ما في يعني موضوعك مش هيمشي. لما شافوا ده الشيء ساعتها استوعبوا انه لا ترى ما هي صعبه. اول اسبوع كان تذمر والناس زعلانه ومش عايز، ثاني اسبوع بدا تقبل بس مغصوبين ما زالوا، ثالث اسبوع صار السلام عليكم يلا اللي بعده. في ناس دلوقتي بيقول لك يعني انا خلاص اتعودت على الطريقه دي، مش عايز ارجع للوضع الطبيعي. بالظبط. وفي ابحاث ودراسات بتقول لك انك لو مارست الشيء لمده 20 يوم متواصل خلاص تبقى عاده عندك، ومش غيرتي برمجه دماغك خلاص ما هترجعي تاني للقديم. فهو نفس الشيء زي كده. فدحين الفتره دي عشان كده اقول لك يعني سبحان الله مصايب قوم عند قوم فوائده. هي صح مصيبة وكارثة، ولكن تكنولوجي وايز يعني ذا بيست ثينج ايفر هابند. يعني يا لطيف كارثة. ده كورس اجباري، ده كورس اجباري خلاص. اي خلاص دحين لا يمكن. انا حتى انا ده لو انا ماسكه فلوس اقعد اخاف اني انا بلاش امسكها، لا خلاص نسوي ابل باي. رغم انه انا ما استخدم ابل باي، رغم انه شوفي انا في التكنولوجي وكذا، بس اقول لك لا برضو خليني كريدت كارد احسن وامسك وكذا. فدحين ممكن انا هتاكد دحين بقول لك، ويعني انا ما اعرف ولا تذكرني شركه في حد ذاتها، بس طرق الدفع هتقعد هتجيكي كميات شركات يعني مبدعه في طريقه الدفع مش اللي نعرفها احنا. فكان ابل باي ولا اس تي سي باي، لا هتجيكي اشياء ثانيه. وبعدين اصلا من اول انا كنت مع شركه كنا بنتكلم معاهم على اساس الفيشل ريكوجنيشن، انه بس انت تكوني عند الكاشير في جهاز انت بس توقفي كده خلاص هو مسح وشك من البنك حقك بتاعك خلاص. هذه ما وصلت السعودية مثلا، العالم العربي ما بيستخدمها فيشل تكنيشن. أنا الشركة اللي كنت بتكلم معاها كانت في نيويورك، كنا بنتكلم معاها وبتقول إنه حتى لما تروحي المطعم من يوم ما تدخل المطعم في كاميرات في السقف وبتقدر تعمل فيشل ريكوجنيشن، إنه من يوم ما تدخلي تطلبي خلاص تنحسب عليك وأنت تخرجي خلاص. الناس اللي بتغطي، لا مو بقول لك ما جات السعودية دي صعبة شويتين دي. لا دي نفس الموضوع تبعت البقالة الامازون جو، انه لازم الكاميرات لازم ترصد لانه فيشل ريكوجنيشن معتمد على الوجه. طيب مثلا انا بعمل جوجينج مثلا في الصباح ونزلت وبدي اعمل جوجينج وانا راجعة بدي اجيب كوفي مثلا، زمان اللي تقدري تخرجي شفتي الزمن اللي عملوا فينا شهرين ونص وخلاص صرنا نقول زمان. يعني مثلا انا راجعه لا معايا شو اسمه ده ولت ولا شيء، وممكن التليفون حطاه في ايدي اللي هو ده، وما ابغى استخدم ابل باي ولا شيء. انا ممكن اوقف في الكاشير كده وفي جهاز عندهم بيعمل لي سكان خلاص، عمل دي تغريد واخذ من الحساب تبعي $5 ولا شيء على حسب القهوه ويلا وكملتي على طول وانت ماشيه. فما في محتاجين حتى الابل باي، هذا ده قديم تكنولوجي قديم. ده انا شفت شركات كذا، ووديكي كمان في شركات ثانيه من بصمه الايد، في انت بصمه الايد مش البصمه لا الفين اللي هو العروق اللي جوا، البصمه دي قديمه، دي بصمه الايد قديمه خلاص اوكي كلنا. لا دي في مكان تقدري لو تحطي كده يشوف لك الفينز تبعتك كيف رايحه فين جايه، دي ما تتغير، دي خاصه بيكي انت. فكمان يعني انا ممكن ادفع واعمل اختبار حمل في نفس اللحظه، عرفت؟ والله يس كله جاهز. ده انت بتشوفي حاجات تكنولوجي بتتقدم بشكل غير طبيعي. طب انا تعرفي اقول لك، انا من سنه 2016 اظن 2016 انا كنت بتكلم مع الشركه تبعت الفيشل ريكوجنيشن يعني تبعت انه الوجه، وانا لما كانت بتقول لي انا بقولها مش قادره استوعب.
ده كان 2016 خلي بالك، يعني شوفي اذا خلينا 16 17 18 19 يعني اربع سنوات، ويعني اوريدي دحين في امريكا امازون جو بتستخدم ده بس لسه ما كبر. بس في الاربع سنوات دي كانت غصبا عننا وشيء دحينه يعني كده، يعني انت كنت مغصوبه عليها، ده هي حتما هتيجي دحينه يمكن في خلال ولا سنه ولا سنتين امازون جو هتنتشر، وعلى هذا الاقياس هتشوفي شركات سعوديه شركات عربيه هتطلع بنفس الكونسبت، وانه الفيشل ريكوجنيشن، وانه خلاص ما فيش لا كاشير ولا فلوس ولا حاجه، كله مربوط بالحساب وانتهى. فهمت. طيب يعني دلوقتي ده كله برضو انا مش عايزه اكون سلبيه اكيد، بس خليني انا يعني لا سلبيه ليه، هذا كله سلبي، ده حاجات حلوه بتسهل لك بتسهل الحياه سهله. ما احلى من اني انا تصوري كم مره انك لا هو يعني انه ايش، انه احنا مش راضين نتقبل ده الشيء، بس لو جاء لو جاء بيسهل لي الحياه. طب انا كم مره انا عندي فوبيا اني امرار اخرج في مكان واكون ناسي المحفظه، يوه نسيت وانا كنت في البيت ومحتاجه حاجه الكريدت كارد واستخدمته وما حطيت المحفظه في الشنطه وخرجت ساعه الا اكتشف انه ما فيش، يعني يا عباوي يعني خلاص يعني دي هذه الايام انتهت، دي خلاص دي مش محتاجه، فدي هتكون حل سريع يعني. فهي ليه بطاله؟ انه احنا مش بطاله، هي عدم تقبلنا ليها ده شيء، بس لما تكون خلاص يعني انت متقبلاها بالعكس هي هتسهل لك حياتك. مو لازم امشي بشنطه ولازم اجيب، وخلي بالك التليفون كمان في حاجات ثانيه هتصير من نفس الايد، في تشيب تحطيها وتمسكي كده، يعني حتى التليفون مش لازم يكون معاكي. طب لو عايزه اقف وش حد اعمل خلاص نزلي ايدك كده، نزلي ايدك سكري عليه خلاص انتهى. بالظبط. انت ما شفتي الماينوريتي ريبورت الفيلم تبع توم كروز؟ طبعا يعني الفيلم ده عمل لنا قلبه، واحنا اللي هو طول ما هو جالس بيعمل كده وكده. على فكره في افلام كتير بجد تعتبر جايد لاينز لينا احنا دلوقتي حاليا. بالظبط بتوريكي يعني شوفي كيف التصور الفيجن تبع الناس دول اللي فكروا انه ممكن يصير، وهو فعلا هو ده اللي بيصير، هو ده اللي شغالين عليه. خلاص الفيرتشوال رياليتي هو بدل ما يكون جهاز البسه، لا خلاص يعني في حتى الجوجل اياميها جوجل جلاسز اللي طالعه انه هي خلاص بتشوف دي حاجه من ولا شيء يعني. لا دحين الاكبر انه وحتى بايدك في سنسرز تلبسي زي الجلوفز على الاصبعين دولي، هم الاصبعين دولي اللي هيكونوا الاساس اللي مشي 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 كده وينزل ويطلع. فخلاص يعني هي السنسر دولي مع جهاز او شيء تركبيه، يعني ترى اشياء كل يوم تكنولوجي بتطلع بتسمع عنها، بس احنا يمكن هنا مش في قلب الحدث، يعني احنا مش في سيليكون فالي مثلا ولا في 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 والله هو اكثر شيء سيليكون فالي بس، والصين مش هتقول لنا لو اخترعوا الحاجه مش هيقولوا لنا عليه، لا هيكتموا عليه وبعدين يدونا فاتوقع يعني زي كده. فاوروبا يمكن امريكا اكثر شيء تقدما يعني، بس اوروبا فيه شركات، بس يعني هذه الاشياء اللي هتطلع لنا فجأة واحنا عندنا هتجينا شوية متأخر، لين لما نتأكد انه اشتغلت وظبطت وكله بعدين. يمكن هو تخوف، هو مجرد انه تقبلنا، الأجانب مستعدين يتقبلوا أكثر شيء أسرع شيء، وليش لا؟ أما احنا لا خلينا نخاف من الأشياء لين لما نتأكد انه هي شغالة، وكل واحد وحسب تفكيره. في ناس الشباب اكثر ناس يتقبلوا للتغيير، يلا نغير. احنا عشان كبرنا شويه انه نفكر لا طب ممكن انا، لان عندي ايش؟ عندي ايموشنز، عندي افكار قديمه انه لما كنت اعمل كده كان بيصير فيا كده ولا وكده، وهذه تصير واحنا لسه عندنا احتمال كبير انه لا خلينا اكلمه بس هنوصل لحل، خلينا فلان ده هو اللي هيحل الموضوع، لسه عندنا احنا المنتاليتي ديت وصعب. اما انا الشباب على طول مستعد، يلا خلينا نجرب ما عنده مشكله. الشباب عنده اسهل ان هو يتعامل مع التكنولوجيا اكتر ما يتعامل بالظبط
ايوه انا اضحكك على واحده حصلت لسه في اجتماع كنت بتكلم مع الفريق عندي، وكنا بنتكلم على الشات بوت، يعني بنقول طيب كيف الناس تقبلهم على الشات بوت. فقام قالوا احنا سوينا تيستينج، فالرئيس التكنولوجي عندي بيقول لي سوينا تيستينج وبنسوي واحد كان انسان بيجاوب وفي الشات بوت شغال، بس صادف واحد من الناس بيكتب لنا انه انا عايز كده وبيسال اسئله، فلما انتبه انه انسان اللي بيرد عليه. فلما قام قال له اوف انا ما كنت ابغى اتكلم مع انسان، انا حاسب شات بوت الاي اي اللي بتكلم معاه. قام قال له لا للاسف انت بتتكلم مع انسان، حقك علي. فكانت فعلا لما انا سمعت كده يقول لي تتصور انه الناس وصلوا لدرجه انهم متوقعين كله شات بوت تكنولوجي يعني اي اي، فجاه لما نجاوب عليهم اكتشفوا انه انسان. زعلوا ليه؟ انا عايز مرتاحه اكتر للتعامل مع التكنولوجيا اكتر من الناس. ايوه طيب كانت هذه صراحه هيقفل معانا، فخليني اطلع وندخل تاني عشان نكمل لانه لسه عندي تحويش كده عايزه. طيب اوكي ما ينفعش واحنا في نص الموضوع. طيب بس احفظيه، سيف ات اوكي يلا باي باي.